في مدينة الألعاب هنا بكندا، طبعا جولة افتراضية، هاللعبة مستحيل نلعبها بالواقع، تغيير الجو فقط. نرجع إلى المطبخ، غادي نحضروا مع بعض وصفتان من الفاصوليا الحمراء المعلبة. أكيد في هذه الفترة يعني أكيد غتكونوا اشتريتوا اقتنيتوا بعض الأغراض تكون معلبات، ونحضر بها هذه الوجبات يعني، ونستغل الأشياء اللي موجودة عندنا بطريقة لذيذة ومغذية في نفس الوقت. يعني غادي نحضروا وصفة التشيلي المكسيكية. غادي نحتاجوا لهذه الوصفة قليل من اللحم المفروم، طبعا الفاصوليا غادي تكون غالبة، انا غادي نستعمل هنا علبتان. البهارات غادي نحتاجوا البودرة، توم بودرة، البابريكا، كمون، فلفل اسود، والملح طبعا على حسب الرغبة، وطبعا الشطة الحارة يعني على حسب الذوق. طبعا هذه الوجبة تحب الحرارة يعني تحب يكون الطعم حار قليلا. الخضر الذي نحتاجه الفلفل، ممكن الألوان إذا موجود عندكم، طبعا هنا فقط الأحمر، حبة من البصل، حبة من الطماطم مقطعة، وكثير من الثوم صراحة. وغادي يكون عندنا يعني كأس من صلصة الطماطم سواء جاهزة أو طحنوها فقط. هنا غنحطوا زيت الزيتون مع قليل من الماء طبعا لكي لا يحترق، ونحط البصل والفلفل، نقلبهم جيدا مع بعض لكي تطلع النكهات. طبعا غادي نضيف اللحم المفروم الكمية اللي موجودة عندنا، يعني إضافة يعني القيمة الغذائية للوصفة. مثل ما قلت وصفة غنية بالبروتين والألياف، وأكيد حتى الناس اللي تعمل رياضة وتحب زيادة يعني وزن العضلات أكيد هذه الوصفة تعجبكم. غادي نضيف الطماطم طبعا والثوم، غادي نضيفوا البهارات، صلصة الطماطم، والفاصوليا اللي غادي نكونوا غسلناها يعني وصفيناها طبعا من الماء. نخلطوا المكونات كلها مع بعض. مثل ما قلت ممكن نضيف ايضا فلفل حار، يعني انا ضفت زيادة. عندنا اعشاب منسمة وقليل من يعني ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. نخلطوا كل المكونات مع بعض، وغادي نضيفوا الماء الحار يعني المغلي، يعني الكمية فقط اللي غادي يعني تغطي يعني المكونات. نحصل على مرق يعني ثقيل شوية، يعني ممكن نتناوله مع الخبز أو ممكن مع الأرز الأبيض إذا متوفر، يعني حسب الرغبة وحسب شي اللي موجود. وجبة غنية وغادي تعجبكم أكيد، وطعمها لذيذ بصراحة يعني، وتغيير يعني، وفي نفس الوقت نستغلوا الأشياء اللي موجودة عندنا.
ممكن هذا الشيء اللي ممكن تزينوه، يعني عندنا يعني بالتقديم غادي تزينوه، قلل من الجبن إذا موجود، وتحصلوا على وجبة لذيذة وغنية. غادي نحضروا في نفس يعني في نفس الفيديو غادي نقدم لكم وصفة أرز المصلى بالفاصوليا الحمراء، وصفة لذيذة ومغذية في نفس الوقت. هيا مثل ما كنشوفوا ممكن نقدمه بهذه الطريقة ونتناوله مع خبز أو أرز، يعني لذيذ صراحة وأكيد غادي يعجبكم. يعني تغيير عن طريقة وصفة الفاصوليا البيضاء، هذه وصفة التشيلي المكسيكية صراحة الطعم النكهات موجودة فيها لذيذة. هذه دابا غادي ننتقلوا الى تحضير وصفة الارز بالفاصوليا، يعني نستغلوا هذه الفاصوليا بطرق مختلفة. غادي نحطوا زيت الزيتون مع قليل من الماء يسخن، ثم نحطوا البصل يعني الكمية اللي تحبوا، ممكن تكثروا بصل كثير يعني اذا حبيتوا، يعني نقلب البصل قليلا. ثم غادي نضيف الثوم، ثوم بكثرة يعني اذا يعني الثوم نعرف انه له فوائد كثيرة. غادي نضيفوا خلطة من البهارات اي شيء موجود عندكم. انا هنا عندي ثوم، بودرة ثوم، بودرة بصل، كمون، بودرة الكزبرة، عندي الزنجبيل والكركم والملح، فلفل اسود، بابريكا، وعندي خلطة بهارات مصلى ممكن الاستغناء عنها، وممكن تحطوا اي خلطة بهارات موجودة عندكم. قلبوها قليل فقط مع بعض، ثم نضيف الفاصوليا، طبعا صفيناها من الماء وغسلناها، ونضيف اي نوع من الارز موجود عندكم. انا هنا عندي لا يهم يعني نوع الارز، انا هنا عندي رز بسمتي. غادي نقلبه قليل ونضيف يعني الماء، كل ارز وطريقته في النضج هنا بعد ما نشف، وبعدها نحضره طريق نقدمه على حسب الرغبة. أنا يعني على الطريقة المكسيكية طبعا أضفت قليل من البصل الأخضر، الطماطم مقطعة، وعندنا الأفوكادو إذا موجودة طبعا أضفتها، وعندنا يعني طبق صحي لذيذ ومغذي ومشبع في نفس الوقت. نتمنى تعجبكم هذه الوصفات، ولا تنسوا الاشتراك واللايك. إلى اللقاء.